أنيو يا أماراتي، عاملين ايه فيديو النهاردة ملخص لمسلسل أصبح رئيسا؟ هو صيني ومتصنف رومانسي دراما. لو عاوزين تعرفوا أحداث الدراما كملوا معانا الفيديو للآخر، وصلوا الفيديو 700 لايك عشان أنزل ملخص مسلسل جديد في أسرع وقت. وقبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا إشعار لما أنزل أي فيديو جديد، وانتظروا فيديو جديد على القناة يوميا الساعة 7 بتوقيت مصر. اتفاعلوا معانا دايما وعلقوا أكتر، وأكتر ناس بتتفاعل وبتعلق بحط تعليقاتهم في آخر الفيديو. وبس، لو بتحبوا المسلسلات التركية اشتركوا في قناتنا الخاصة بالتركي، ولو بتحبوا الأنمي والمانجا اشتركوا في قناتنا الخاصة بالأنمي. هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، ويلا نبدأ أحداث المسلسل مع بعض. المسلسل بيبدأ بالبطلة وهي بتقدم لمنصب السكرتيرة الجديدة في الشركة، وبتشوف الرئيس وبتتصدم وبتقول له ايه ده انت، وبتبدأ الأحداث قبل 5 سنين. والبطلة بتصحى من النوم وبتجهز عشان المدرسة وبتنزل، والبطل بيكون بيهرب من الناس وبيشوف البطلة وبيشدها وبيقبلها بالعافية عشان يستخبى، وبيسألوه من الناس شفتوا حد بيجري، وبيقول لها إياك تقولي، وبتقول أيوة جرى من هنا، وبتخليهم يمشوا، وبيقول لها إحساس حلو، فبتصرخ وبتنادي على الناس وبيقول لها خليكي تدفعي تمن ده كويس، وبيجري. وبيكون القميص بتاعها اتقطع، وبتقولها روح المدرسة كده ازاي، وبيجي شخص وبيطلع صديقها وبيقولها اتفضلي دوت، وبتقول له انت بتعمل ايه هنا، وبيقولها يلا هنتأخر. ولما بتقرب من المدرسة بتبص في الفون وبتقول ايه ده اتأخرت قوي، وبتطلع تجري، وبتلاقي البطل جوه اللي بيقولها انت ميتة، وبتتصدم وبتحاول تهرب، بيمسكها بيقولها عاوزة تهربي كمان، كنت هتضرب بسببك. بتقول له وانت مسكتني غصب عني ايها المشاغب، بيقولها اياك تقولي كده تاني، فضلت تقول له يا مشاغب يا مشاغب، وبيحاول ان هو يضربها. بيجي صديقها وبيقول له انت مين، بيقول له انا حبيبها، بتقول له ايه حبيبي، وبتكون في بنت قاعده ورا بتقول حاضر انا هوريكي. وبتطلع من المدرسه وبتجيلها البنت بتقول لها باي حق بتقربي من الشباب اللي في المدرسه، بتقول لها ما عملتش حاجه، بتقول لها بعيدي عن شينج احسن ليكي، وبتقول لها طيب لو ما عملتش كده هتعملي ايه، وبيكونوا عاوزين يضربوها ويتنمروا عليها بالمية. وبيجي البطل وصديقها وبيلحقوها، بياخدها صديقها وبيمشي، والبطل بيقول لها احذرك تقربي منها تاني، وبتقرب منه وبتخلي صديقتها تصوره كأنه بيلمسها، وبتقول له كن حبيبي لو مش عاوز تطرد من المدرسة، وبيقول لها تقصدي ايه، بتقول له صاحبتها انا صورتكو، ولو وريتها للمعلم هتطرد، لكنه بيرفض وبيمشي. وتاني يوم الكل بيتكلم عن طرد البطل من المدرسة، وبيروح للبطلة وبيقول لها مش هشوفك لمدة طويلة هوحشك صح، بتقول له اخبار طردك صح، انت قربت من البنت دي، وبيقول لها ايوة بس مش حلوة زيك، فبتقرر ان هي تمشي، بيقول لها هتشتاقيلي، وبتقول له لا، بيقول لها بس انا معجب بيكي، بترفضه وبتمشي. وبعد 5 سنين وهي بتقول له بتعمل ايه هنا، وبيقول لها انا الرئيس انتي المساعدة الجديدة، وبتقول له ايوة اعمل ايه لحضرتك، بيقول لها اعملي لي قهوة، وبتقول له حاضر، وبتطلع وهي وبيضحك وبيقول جميل ان انا اشوفك تاني، وبتكون جايبة له عصير، بيقول لها ايه ده، بتقول له مش متجاد ان انت تشرب قهوة الصبح كده. وبالليل بتقول له وقت الشغل انتهى همشي، وبتمشي، وبيقول من المفروض ان انا اروحها، وبيطلع يلاقيها مع صديقها بره، وبيقول ايه ده هما لسه مع بعض، وبيقول لها يلا هنحتفل بمناسبة الشغل الجديد، وبتقول له عارف خمن من الرئيس بتاعي، وبيقول لها قوليلي، بتقول له شنج اللي كان معانا في المدرسة، بيقول لها مش ده اللي اتطرد بسبب تقربه من بنت في المدرسة، من الافضل ان تستقيلي، بتقول انا مش مصدقة ان هو من النوع دوت، ان هو كان شخص طيب، يقول لها خلاص متتضايقيش. وبعد الاكل بيقول لها اروحك، وبتقول له لا البيت مش بعيد انا همشي، وبيوقف لها البطل بالعربية وبتركب معاه، وبيقول لها شكلك كنت في موعد مع حبيبك، وبتقول له لا كنت مع صديق، وبتبدأ تدله على البيت، وبيقول لها مش هتعزمين اطلع معاكي ولا ايه، وبيطلع معاها، وبتقول له اقعد هنا وانا هعمل شاي، وبيلاقي هدومها، والبطلة بتتكسف وبتجيب الشاي لكنها بتتكعبل وبتقع عليه وبتقبله، وبيقول لها لازم امشي دلوقتي، وبيطلع. وهو طالع بيشوفها صديقه وبيقول ايه ده كان بيعمل ايه عندها في البيت، انا لازم اتصرف بسرعة. وتاني يوم بيجيب باقة ورد كبيرة وبيقول لها انا معجب بيكي من ايام المدرسة، بتقول له ما تهزرش انا مش فاضية انا رايحة الشغل، بيقول لها انا ما بهزرش انا بحبك، وبتقول له ان انا دايما شايفك افضل صديق ليا، بيقول لها مش عاوز اكون صديقك. وبيجي البطل يحضنها وبيقول له مش سمع هي بتقول لك ايه، وبياخدها وبيمشي، وبيقول لها ما قبلتش اعترافه ليه، بتقول له احنا اصدقاء، وبتبدأ تتعب، وبيقلع لها البطل الجاكيت وبياخدها البيت، وبتبدأ تفتكر لما قبلته بالغلط ولما حضنها، وبتقول شخص مثالي جدا، وهو بيقول في البيت ان هو لو اعترف لها تاني هتترفض تاني.
وتاني يوم بيكون عنده اجتماع ومش بيجي عشان البطل بيكون تعب، والبطلة بتقول يا ترى اتأخر ليه، وبتخبط عليه وبيقوم وبيقول لها انا بخير بس شكل بريتو، بيقع عليها وبتقول اكيد بريت عشان ادتني الجاكيت امبارح، وبتسنده للسرير وبتقع عليه وبتعمل له اكل، وبيفوق وبتقول له انت كويس انت كنت بتعمل ايه، وبيقول لها انا معجب بيكي انا معجب بيكي من ايام المدرسة، بتقول له معقول كل ده بتحبني، بيقول لها ايوه ويا ريت ما تتسرعيش في ردك وان اخر مرة رفضتيني، وبتقرب منه وبتقبله وهو ما بيصدق وبيشدها وبيقبلها. وهنا بيخلص الملخص، ملخص لطيف جدا ومسلسل لطيف وخفيف جدا. لو عاوزيني انزل ملخص مسلسل جديد ووصله الفيديو ل 700 لايك في اسرع وقت، اتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار لما انزل اي فيديو جديد، وانتظروا فيديو جديد على القناة كل يوم الساعة 7. اعملوا لايك للفيديو لان ده شيء بيفرحني جدا وبيقدر تعبي ومجهودي، ودي تعليقات اكتر ناس بتتفاعل معايا الفترة دي وبتعلق. شكرا لكم جدا، بحبكم من جوه قلبي، ولو بتحبوا الانمي اشتركوا في قناتنا الخاصة بالانمي، هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. ولو بتحبوا المسلسلات التركية اشتركوا في قناتنا الخاصة بالتركي، بعمل فيها تقارير عن المسلسلات التركية وهعمل فيها ملخصات مسلسلات تركي قريب، انتظرونا، هسيب لكم الرابط بتاعها برضو في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. وقبل ما اختم الفيديو ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين، باي باي.